هل من ممكن نحن نقول ان هناك توجه روسي نووي؟ لانه منذ بدء هذه الازمه كان هناك يعني سلع على محطه تشيرنوبل بعدها زاباروجيا، والان العديد من التقارير التي تشير ان هناك توجه استراتيجي نووي من قبل روسيا واستعمال لورقه الرادع النوويه من قبل الرئيس الروسي. لا، استعمال التهديد النووي قائم. صحيح. هذه المحطات وهي محطات في الاصل محطات روسيه يعني نعم. سوفيتيه، تشيرنوبل او زاباروجيا او كلا. صحيح. دي محطات نوويه سلميه لانتاج الكهرباء. روسيا قالت انها ضمن تخوفاتها انه في سعي لاستعاده النشاط النووي في اوكرانيا. اوكرانيا في مذكره بودابست 1994 تخلت عن الاسلحه النوويه الى روسيا. حتى الرئيس الاوكراني زيلينسكي قال ان كان هذا خطا كبيرا يعني جدا، يعني لا يخفي، لانه السلاح النووي بيعد بلوس التامين في هذا العالم. ما فيش دوله تطورت الى المستوى النووي وتعاني من امكانيه ان يخوض الاخرون حربا ضدها. شوفوا باكستان والهند، الهند شن ضد باكستان مزقت في ثلاث حروب وطبعا بالارتباط المعروف، لكن منذ اصبحت باكستان نوويه والهند نوويه ده عمل بوليس التامين ضد تجدد الحرب. الفكره الاساسيه هنا انه الكلام عن المحطات النووية هناك بدليل مثلا انهم خرجوا دخلوا تشيرنوبل وخرجوا من تشيرنوبل، يعني هم في النهاية يبدو بيعملوا حملة فحص أو تأكيد لوجود نشاط نووي، زي ما أعلنوا برضو عن المختبرات البيولوجية وغيرها. ما أستطيع قوله أن الحرب ستظل في المستوى التقليدي يعني تحت النووي، لكن في المستوى التقليدي في مشاركة غربية متزايدة مبنية على أساس فكرة أنا أعتبر أنها ضالة لأنها تنتمي إلى عالم الحرب الباردة القديم، اللي هي تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان جديد. كما سقط الاتحاد السوفيتي بعد هزيمته في أفغانستان، ممكن يسقط بوتين بعد هزيمته في أوكرانيا. دي فكرة بدائية لأنه يدركها الطرف الآخر. طبعا. الطرف الآخر اللي هو بوتين خاض حروبه الأخيرة. أنا لا أتحدث هنا عن عدالة هذه الحروب، لكن الحروب من طبع التاريخ منذ واقعة قابيل وهابيل إلى الآن، والكلام عن السلام يدوب يتقال يعني في القصائد في المنابر في غيره في غيره. وإحنا بصدد تغير في خرائط العالم. الجديد هنا أن مثلا أنتوني بلينكين اتكلم عن أنه مقابل كل دبابة روسية سنزود أوكرانيا بعشر أنظمة من صواريخ جافلين اللي هو صائد الدبابات ده وكلام من ده. فهنا في النهاية في تدفق هائل بالسلاح، لكن النتيجة في النهاية محسوم. كيف ستحسم هذه الحرب؟ أنا تقديري أن روسيا ستستمر في قضم شرق وجنوب أوكرانيا وفرض أمر واقع جديد، وربما تكون نهاية هذه الحرب بالهدنة وليس بإعلان وقف إطلاق النار. لماذا هدنة وليس إعلانا لوقف إطلاق النار؟ لأنه الهدنة تضمن للروس أن يعاودوا صحيح. الهجمات الانتقائية في الوقت إذا لم يتم تحقيق الأهداف وحددونه إذا لم يتم تحقيق الأهداف. طيب. لكن هم جانب جوهري من أهدافهم يريدون فرضه على الأرض. طيب دكتور، حضرتك ذكرت ووصفتهم بالأباء. يعني في الأيام الماضية وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بمحاولة ضم رسميا أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وأنها ستبدأ من جديد محاولة سرعة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. هل هذا ممكن في هذا التوقيت؟ كما بدأ من مخطوطة اسطنبول التي قدمها الوفد الأوكراني، الروس وافقوا في المفاوضات المبدئية التي جرت في اسطنبول على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وليس إلى حلف الناتو. الروس ليس لديهم أي مشكلة في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، لكن التصور ماذا ستكون أوكرانيا عليه أوكرانيا بعد هذه الحرب. أنا طبعا مش مع التصور اللي بيتكلم عنها تستمر سنينا أو تستمر شهورا أو كذا، وبرضو لست واثقا من أنها بالضرورة ستنتهي في 9 مايو. طبعا اختيار 9 مايو من جانب الأمريكان بيتكلموا عن تقرير مخابرات وغيرها، لا تقرير مخابرات ولا جولة، هو تاريخ رمزي. هو ده عيد النصر في روسيا، فيما يسمونه الحرب الوطنية العظمى، بيحتفلون به في 9 مايو من كل عام. هذه يعني جانب الوجهة. وأكيد شهر غير كافي عسكريا لإنهاء هذه العملية العسكرية. أنا أعتقد الشهر يعني من هنا إلى 9 مايو أو مش 9 مايو بالضرورة، من هنا إلى هذا المدار. أنا أعتقد أن روسيا ستلجأ إلى، هي لم تكن في خطتها فيما أفهم من البداية احتلال أوكرانيا، بل تغيير أوكرانيا. يعني تغيير أوكرانيا إيه؟ تغييرها سياسيا وجغرافيا وعسكريا. صحيح.
ولذلك الأهداف المحددة دايما المتحدث العسكري الروسي بيتكلم عن قصف سواء بالصواريخ غالبا مش بالاستخدام القوة الجوية أو كذا، سواء لإمدادات السلاح أو البنية العسكرية التحتية، وده هدف في إطار ما يسميه الروس نزع السلاح. الفكرة انفصال دونباس، والدونباس أغنى مناطق أوكرانيا سواء بالموارد الطبيعية من أول الفحم للمعادن للمصانع، هي المنطقة الصناعية الكبرى في أوكرانيا وصولا إلى خاركيف. اللي هيفضل من أوكرانيا بعد هذه الحرب هو كيان غير قابل للاستقرار. ليه غير قابل للاستقرار؟ لأن هو مختلط، يعني جماعات من الأرثوذكس والكاثوليك في المنطقة الغربية في أوكرانيا، وده كان جزء أساسا من بولندا من سخريات الأقدار، إن بولندا التي تدعم زيلينسكي الآن أو أوكرانيا هي أساسا جزء من بولندا مقتطع لصالح أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية في الهجمة المضادة بتاع ستالين وصولا إلى برلين، اقتطع هذا الجزء من بولندا وأضافه إلى أوكرانيا. فهو أجواء مختلطة ستظل في الغرب الأوكراني، لكن الفكرة إن إسرائيل الكبيرة التي يتحدث عنها زيلينسكي اللي هي فكرة إنها محاطة بعدو أكبر عددا الروس زي ما إسرائيل مش عارف إيه وكلام من ده، هي دي تصور ثابت عنده. إلى أي مدى يمكن أن يستقر مثل هذا الوضع أو يكون مفيدا حتى للاتحاد الأوروبي الذي رشحت أوكرانيا للانضمام إليه بالفعل؟ أنا لا أظن أنه سيكون مفيدا جدا للاتحاد الأوروبي، لأنه الاتحاد في تصور جديد لهذا العالم، في صحوة ألمانية إعادة التسليح، في ربما صحوة يابانية، مش بالضرورة الصحوة الألمانية تكون لصالح الغرب، لأنه إعادة إحساس ألمانيا بنفسها أو إعادة إحساس اليابان بنفسها قد يجعلها تسلك سلوكا مختلفا. فبالجملة سواء الأهداف الأوكرانية للحملة العسكرية الروسية أو الأهداف العالمية للحملة العسكرية الروسية في السلاح وفي الاقتصاد وفي النظام المالي بتتحقق، وبنجد نفسنا أمام عالم جديد لا إمكانية فيه لعودة إلى الوضع الذي كان قائما الذي كنا نسميه القطبية الأحادية الأمريكية.